مرحبا، معكم يزن. رجعت لكم بفيديو جديد ومفاجأة كبيرة لغصونتي. الفيديو هذا يا جماعة أنا بحقق أكبر حلم عند غصن. يعني أنتم متخيلين هالشي؟ غصن عنده حلم كبير كثير، ويلي هو إنه تعمل أغنية إلا لحالة. بصراحة تعبنا كثير، عانينا كثير للقينا أغنية مناسبة كثير لصوت غصن. لقينا أغنية وغصن بتعرف الأغنية، ورحنا على الاستديو وسجلنا بالاستديو الأغنية وكل شيء. بس يلي ما بيعرف، الأغنية بعد التوزيع الموسيقي وبعد الميكس ماسترينج بتختلف اختلاف كبير كثير. يعني بعد ما غصن تنزل صوتها على الأغنية، بعديها بتختلف كثير الأغنية. غصن طبعا بتعرف شو اللي هي الأغنية، لأنه رحنا سجلناها بالاستديو وصار في كثير قصص سويناها، وبلشنا نحضر للفيديو كليب من تقريبا شيء أسبوع. بلشنا نحضر للفيديو كليب واشترينا اغراض كثير. طبعا هلق رح فرجيكم لقطات شو سوينا وشو عملنا. قال عم تقول لي غصن انت المنتج، انت بدك تدفع. فعلا بتقول لي بعرف انه هدول غاليين يعني، بس معلش انت المنتج. انت بدك، انا الشيف اوكي، انا البوس يعني، هي المديرة. بس انت بتدفع مصاري يعني. كيف ضبطت معك انت المديرة وانا بدفع؟ يعني انا بأمر، انت تدفيع. يا جماعة هاي خمس يوم لقلنا ندور، عم نكمل اغراضها لغصن ايلي بعد ما اشترينا ولا اي شيء. عن جد الفيديو كليب بيتطلب كثير شغلات. انا فلست وتعبت. فلستي شو؟ انا الفلست حبيبتي، انت تعبتي انا الفلست. فالغصن يلي فلست يا جماعة، انا الفلست مو غصن الفلست. فلستنا. انت تعبتي بس انا فلست ماديا. فلستنا. لا هو التفليس بيجي معناته انه كمان تعبان. لا لا فلست يعني فلسنا ماديا. لك وقت الراحة. شو غصن؟ اشترينا دونات. دونات؟ وانا شربت قهوه وغصن جابت كابتشينو. واخيرا خلصنا اليوم. هلق المفاجاه انه الاغنيه جهزت بشكل كامل وغصن ما خبرتها. بصراحه رحت جبت هاي السياره، رح نصور فيها الفيديو كليب. ما رح فرجيكم شوي السياره، وهلق بدي اشوف رده فعل غصن. بس تنزل لهون لتحت، اول شيء تشوف السياره كثير حتنبسط فيها. ومثل ما شايفين هي السيارة كشف، طبعا في برد بس اليوم الجو الحمد لله شمس. يعني انا كثير متحمس لشوف ردة فعل غصن كيف حتكون بس تسمع الاغنية لاول مرة بعد ما خلصت الاغنية. عن جد انا سمعتها اخذتني لعالم ثاني. انتوا ما حتتوقعوا ابدا 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 شو هي الاغنية، لانه عن جد يعني اغنية جدا قوية، وان شاء الله هيك تعجبكم. بس تنزل الاغنية يعني بدي حماس كثير منكم على الاغنية، لانه بصراحة تعبنا كثير، والاغنية يعني ما لنا سهلة ابدا الشيء اللي سويناه. والشيء اللي رح نسويه طبعا هلق بعد في عنا تصوير الفيديو كليب، وفي عنا مليون الف قصة قبل ما فجأة لغصن تسمع الاغنية كيف صارت. وانا متأكد رح تنذهل فيها للاغنية. حيكون في مفاجأتين، اول مفاجأة هاي السيارة، وثاني مفاجأة واللي هي حلمة لغصن هي الاغنية. فعاد قبل ما يصير هالشي، اذا كنتوا جداد اول مرة بتشوفونا ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد نحن بننزله. حساباتنا الانستغرام والتيك توك بتلاقوهم تحت صندوق الوصف او هون باسفل الشاشة. وبس ويلا خلينا نبلش وندق لغصن، قل له خليها تنزل. الو حبيبي كيفك؟ جاهزك يا عمي؟ وينك؟ يلا جاهزي انت؟ تعالي انزلي لتحت. لورا لورا البيت. تمام، بالشارع اللي ورا البيت. يعني ليكي بدي حمسك شوي، مجهز لك مفاجاه كثير 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 كبيره. عم جاهز؟ يلا تعالي. يعني تحت المفاجاه؟ تحت المفاجاه مو بالبيت. اوكي يلا بسرعه بسرعه. ركض ركض على السريع. فوت انا هيك بدخل شوي لجوا، لانه ما رح صوركم السياره وما رح انزل من السياره. تعال بس لشوف رده فعلها لغصن كيف حتكون. اول شيء ما فورا رح سمع الاغنيه، بدها تفكر انه اشتريت السياره. هلا السياره هاي اجار، ما اشتريتها مشترى. فعاد رح تصير انه تقول ليش جايب هالسياره وليش هيك. هي رح كثير رح تنبسط بها السياره، لانه بتحب غصن سيارات الكشف. اشت هاي غصونتي. ياي من زمان هيك يا زلمة، هاي مفاجأة. هيك بزتتش انت فورا. يا ريت لو فيني نط هيك، بس ما بقدر كأنه المسافة صغيرة. من زمان. شو من زمان؟ برد على فكرة، أنا بردت. هلا بدي أسكر لك إياها. من زمان. شو؟ واو عجبتك؟ لك شو حلوة؟ كيف شكلها من برا؟ بتجنن. حلوة المفاجأة؟ ياه أنا بموت بالكشف، بموت. بتعرف شو بموت بالكشف؟ كثير غرام. ما كنت عم خبرة. غرام الكشف. طيب يعني أنا هلا عم حقق لك كل أحلامك؟
صراحة. صراحة. كثير حلوة، صدمتني فيها. هيك كشف، خلص كشف شو ما كان. بس برد بدي يسكر هلق هي. طبعا اكيد ضروري لازم. ما فيك تمشي فيها. كيف ما في امشي؟ لا فيني امشي، بس انا هلق بدي سكرها لانه في مفاجأة ثانية لإلك. عن جد؟ ايه. بس هون لازم قلب السيارة؟ قلب السيارة. لازم سكر انا بس لانه في مفاجأة ثانية. مفاجأة اقوى من هاي بعد. طب شي صورة بس قبل ما نسكرها. صورة. صورة بس. على فكرة خبرتهم انه نحن عم نعمل اغنية لإلك. عن جد؟ عن جد خبرتهم وقلت لهم انه بلشنا نجهز للفيديو كليب وعم نعمل اكثر من لا ولو انا بدي اخبرهم. طيب كنت معك ما بدي. لا ما بدي لانه محضر لك مفاجأة يا غصن. هلا قال المفاجأة هلا رح تعرفيها. جاهزة؟ الاغنية جهزت. رح اقول لك انه الاغنية جهزت. الاغنية جهزت. والله جهزت وطلعت شي بجنن. طب سمعني، يلا سمعني. سمعني على السريع، بدي اسمعها، بدي اسمعها عن جد، بدي اسمعها، بدي اعرف كيف صارت. اول شيء بوسي ايدي وقولي لي لو سمحت سمعني. لك لا 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 بمزح بمزح. اعطيني سمعني اياها. شو؟ على السريع يلا. متحمسه؟ متحمسه؟ وين عندك على الموبايل؟ بعطيني لك اياها على الموبايل. تركي تركي للموبايل. انا بس غصن بصراحه طلعت الاغنيه مانا حلوه. ليش؟ ما بعرف، صوتك مو ضابط فيها ولا فيها شيء ضابط. كذاب كذاب. هلا جاي تحكي لي بعد ما ما انا جبت هالسياره للفيديو كليب وطلعت الاغنيه بتجنن. مش عارفك سمعني. طيب شو اول شغله قولي لي؟ يزون حبيبي. قولي لي يزون شي سمعني. يزون شي حبيبي سمعني الاغنيه. قد ايه بتدفعي؟ شو قد ايه بتدفع؟ يلا يلا هلا قاعد عم بفكر انا. اعطيني اسمع الغنيه. قبل ما اسمع الاغنيه لغصن رح ثبت الكاميرا هوني. تمام. مشان انا قلت لهم يحزروا بالتعليقات شو نوع السياره هي. لا مش شو يحزروا. يحزروا شو نوع الغنيه لان رح غنيها باي لهجه. كمان احزروا نوع الغنيه. لا مش السياره الغنيه احلى. طيب الغنيه احزروا شو نوع الغنيه باي لهجه انا عم غنيها. تمام فعاد يلا نثبت الكاميرا. ما بعرف كيف حيطلع صوت المايك هون لانه ثبتنا الكاميرا هيك. غصن ليك على اعصابه. غصن على اعصابه. انا كثير متحمس لشوف. طب انت لما جهزت الغنيه ليش ما بعثت لي اياها اسمعها؟ بدي اشوف رده فعلك كيف حتكون. وقررت صور بعد. جاهزه تسمعي الاغنيه؟ يا عمي يلا. جاهزه يا عمي. خمسة جاهزه. 4 3 2 1. بتجنن الاغنيه بتجنن. لك الصوت حتى غيرته. الحمد لله طلعت بهالقوه هاي. بتجنن عن جد يعني. ليك هلا هلا حمستني بزياده. بدي اياكم تسمعوها. بدي اياكم هلا تسمعوها. فعاد يا جماعه عن جد شكرا كثير للتوزيع الموسيقي وشكرا كثير للكاتب وشكرا كثير للملحن لانه طلعت الاغنيه شيء خارق. لا التوزيع ابدعت عن جد. ابدعت بكل معنى الكلمه. ما رح نخبر شو الاسماء هلق مشان انتم تحزروا شو نوعيه الاغنيه لانه اذا خبرنا شو الاسماء رح تعرفوا. رح تعرفوا ممكن تعرفوا شو هي الاغنيه باي لهجه وباي كذا. عن جد عن جد خياليه. خيالي الافكتات. صوتي طالع يعني صوتي صوتي. عرفتوا كيف الكواليتي؟ الصوت فيه فخم يعني مش انه حتى الموسيقى تغيرت بالبدايه. ليش هيك صارت يعني يعني ما عجبتك؟ لا عجبتني. هيك صارت بتجنن. هيك اهدى شوي. بتجنن. حلو كثير. عم بحكي لكم عم بشرح لكم. ما أنا. تشرحي ما تحكي ولا كلمه. خلاص خليهم استنوا الاغنيه لتنزل يا جماعه لانه شيء خارق جدا حتكون. فبدي اياكم تحذروا بالتعليقات شو نوع الاغنيه يلي باي باي لهجه انا عم غنيها وكمان شو خبرهم شو هي الاغنيه بترقص ولا النوع الهادي. عرفتوا كيف؟ لازم تحذروا تحت بالتعليقات وقولوا لي اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا انتم كمان متحمسين مثلي تسمعوا الاغنيه انه بكره بس انه بس تنزل بس تنزل يعني. طيب غصن اكبر حلم لك انا عم بحقق لك اياه صح؟ عن جد شكرا كثير.
يا جماعة أنا كثير مبسوط كثير مبسوط لأنه عن جد أول حلم لغصن أنا بحقق له. من زمان نفسي أعمل أغنية من زمان يعني. بس نحن كنا في أغاني كنا رح نعملها بس بصراحة نفس مستوى هالأغنية صعب كثير. أنا متأكدة أنا بعد ما سمعتها هلأ وهلأ بدي إياك تفتلني بالسيارة وتحط الغنية وبأعلى صوت وبدي أسمعها منيح عن جد يعني بتجنن. كلمة قليلي عن جد نفسي أسمعكم إياها. يلا ما شاء الله على الأغنية. بس إن شاء الله يا رب تحبوها وأنا متأكدة إنكم حتحبوها وبدي منكم. وأنا متأكد كمان لأنه أنا بس سمعتها يا جماعة بتاخدكم لعالم ثاني يعني. وبدي منكم بس تنزل أغنية تدعموها يعني هيك تعليقات شير تعملوا لايكات. شير ما تخلوا حدا من رفقاتكم إلا ما تعملوا له شير عليها. عن جد اسمعوها لأنه عن جد حتعجبكم. فعن جد كتير متحمسة للأغنية إن شاء الله يا رب. يلا يعني يا رب تعجبكم وتكون يعني نكون قد المسؤولية اللي عطتونا إياها وبس. والأغنية إن شاء الله يا رب الأغنية تنجح كمان هاي أهم شيء. إن عجبتكم أكيد حتنجح وإذا حبيتوها أكيد حتوصل لكتير عالم يسمعوها. شكرا كتير لكم ومنحبكم كتير 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 واستنوا الفيديوهات لأنه يا زن يلا سمعني الأغنية معاش قادرة الصراحة بدي أسمع الأغنية. يلا يا زن طب لنقفل الفيديو بعدين يلا باي باي بحبكم كتير باي باي. ليك غصن ليك أول مرة غصن بتكون متحمسة كتير معكم وكذا هيك هلا بس بدي أقفل الفيديو. لا أنا متحمسة للأغنية يلا خلص. بعد يا جماعة إذا كنتوا جداد وأول مرة بتشوفونا ما تنسوا تشتركوا بالقناة ويلا نمشي نسمع الأغنية. يلا يا زن يلا بنحبكم كتير ونشوفكم بالفيديو الجاي ويلا باي باي. يا جماعة العدي بلشت عم تنحط بسيارتنا تخيلوا انه اليوم بهذا اللبس انا طالعة فيه. انا مش عارفة ما حنصور اليوم طلع بس شافها نضال. هلق نعرفكم على مين نضال. شافها نضال وقال لها خلاص اليوم نصور لوكيشن مصور. واحد هذا هو نضال. ها مرحبا نضال احلى مخرج واحلى مصور. جئناكم غصن يلي مو متابعنا على الانستغرام شو بيعمل؟ روح تابعونا لانه نضال هلق اخذ صور. يا جماعة شي خرافي. كمان في شغلة هاي قدامه لنضال رح احط لكم حسابه الانستغرام تحت بصندوق الوصف. فعاد اذا بدكم الفيديو كليب ينزل بسرعة عليكم بنضال بتهجموا عليه لنضال بالرسائل. هني هلق رح يبلشوا يبعثوا لك على الانستغرام رسائل. امتى الفيديو كليب حينزل؟ يلا 1 2 3